الليالي يفهم بيا زردي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، صحه شبابكم الناس الكل، اهلا بكم على موجات راديو اي اف ام، احلى راديو. مرحبا بكم، شكرا عزة في الاخراج، شكرا عاد كرماوي في الاعداد، طبعا على وقع الاجواء الرمضانيه في التلفزات الكل. مازلنا مواصلين مع نجوم المسلسلات سواء كان دراميه ولا الكوميديا، كل الاعمال من احلى النجوم الناجحين والبرزين السنة، نجمتنا الكبيرة نعيمة الجاني اللي كانت ديما كالعادة متميزة وتلفت الأنظار ليها. دورها كان محلها، كانت مديرة مدرسة وتألقت وفاجأتنا في المسلسل، برشا تقلبات برشا حكايات. تظلم في البداية المسلسل، من بعد يعني فما برشا ناس تراجعت في تصريحاتها وأحكامها، وهذا الكل باش نحكيوه توا مع نجمتنا الكبيرة نعيمة الجاني. صح شريبتك يا للا، مرحبا. صح شريبتكم، صح شريبتك بيوتا يا غالية، شكرا على الاستضافة وشكرا على التقديم، ربي يفضلك. عايش للا العزيز علينا انت والجمهور التونسي الكبير، يحبك برشا العبيد نعومة. الحمد لله. نعيمة، المسلسل اليوم بعد النقد اللاذع والهجوم الكبير اللي تعرض له، الناس تراجعت ولا تشكر، فما حتى اللي قال ظلمت المسلسل، تعتبر اللي صار مع الفلوجة اليوم درس للأحكام المسبقة نعيمة؟ أكيد، خطر العبد تسرعت شوية، فما معناها ما خذوش وقتهم حتى شافوا الحلقات اللي من بعد اللي ولو اني انا حتى معناها حلقه الاولى ظهرت لي انه ظهرت لي هو يلزم يكون فما انا بيا نقول اللي اذا كان عمل لا يثير الجدل فلا خير فيه حقيقه هكا ولا جدل من جدل وباقي وانت عندك معناها حاجة متعفنة تحب تغطيها السبروباج في البدن الكامل عادي جدا يكون متعلق بحرية التعبير، بتبيع احنا ضد اكيد. نعيمة تسمع فيها؟ نسمع فيك بيا. الفلوجة نعيمة يعالج قضايا الشباب، لكن بعض الأصوات الفنية منها والسياسية ما تحبش تشوف مشاكل الشباب، تعتبر اللي تعدى في فلوجة هو التشجيع على الانحراف حسب رأيك هكا ولا؟ هذه آراء سطحية، ماهيش آراء ما فيها حتى عمق، ما فيها حتى هو تقبل الفودير انه مشكلة التعليم في تونس هي مشكلة عميقة، هي معناها البلدان إذا كان في العالم أجمع إذا كان ما فماش تعليم على ركائز صحيحة ما فمش غد زاهر، معناها أكون متأكدة معناها شو تعمل بشعب جاهل ولا معناها أكشفت أنت البلدان اللي تقدمت الكل الأساس بتاعها هو العلم، معناها بلاش علم ما نجموش نقدمه. نعم، وأنت أستاذة عاد التعليم هو الأساس في كل دولة، هو اللي يعمل تقدم الشعوب، معناها أنت واليوم في تونس بيوتا اليوم في تونس عندنا مشكلة كبيرة برشا 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 برشا، معناها مش مشكلة برشا مشاكل، غارق التعليم هو أول حاجة تستقبلنا في خاسكتيغ الليسيات والمعاهد والمدارس كلها شاخت وهرمت شات، معناها ما عادش فيها ما فماش تحس كأنه ما فماش ميزانية لترميمهم القدامهم البنايات الجديدة، حتى اللي تبنيه جدد فما اللي سيف الكيف ولا العشوين دوبة تبنيه ولا أي للسقوط والتسكر. أنت تعتقد ما فما كان المشاكل اللي طرحت في مسلسل الفلوجة كهو مشاكل المعاهد مازال المشاكل؟ شو معناها أنه التعليم وقع إفراغه، معناها من كل شيء، مثلا من برشا معناها من
البرامج اللي كانت تنير العقل كما المسرح يعني كما المسارح النوادي الى اخره. مش ما وصلناش احنا يا بيا، ما وصلناش للمسرح وللموسيقى والرياضه. علاش قلت لك في الفون في التعليم؟ في التعليم هو بيدو، في برنامج التعليم هو بيدو. فما مش قلت انه التلامذة قبل ما نعرفش اكيد بيا معناها انا وياك فرجين انه التلامذة كان عندنا عندنا لي زوغخوز كان فما البيرمونونس. فاكر احنا ما كناش نقعدوا في الشارع، البيرمونونس كانت باللابيب وفما دور يعني الشباب اللي بجنب بالليسي وفما فما عندنا عندنا وين احنا احنا نفكر انا مليح في انا قريت دون تخوا ليسي، قريت في ليسي الزهرة، قريت في ليسي بوزلفة، قريت في ليسي راد هذوما مونجي ثلاثة ليسيات. كنا اللي يغيب في لي زوغخوز يتعاقب ويعيطوا للولي نتاعو. صحيح. لي زوغخوز يا تقرا دروسك يتمشي للمكتب الطالع. صحيح. سواء معناها المخاطر نتاع الشارع المخدرات والدمغجة والكل. لا ما فماش. ما كناش نتعرضوا للمخاطر، كنا محميين. برافو عليك. تولي انت في تولي انت شنو ما يدخلكش انت بانديا اللي انت نتاعك. حتى الاولياء والعائله كانت مركزه معانا اكثر نعيم. هاوجيك هاوجيك امشي قلت حاجه اخرى. ثم الافه الكبيره ان ثم ناس قاعده تغادر في مقاعد الدراسه. مش فيه أعداد مهولة، وصلنا المليون. راهي حاجة مريعة، راهي كارثة. أنت المليون هذايا نهار آخر باش يولي لك. أي والله صحيح. جيل كامل راهو شنو تستنى منه؟ حاجة مريعة. حاجة أخرى أنه أنا نعتبر كما قلت أنت تو كلامك صحيح برشا، أنه كاينو الأولياء سلموا. تقول يجي التلميذ كاينو أن فخدو يحب يجيب صغيره حطه قدام الليسي قص عليه يهرب ويعمل على ويعمل على المعهد ويعمل على المسلسل المؤسسة التربوية ويعمل على الإعلام باش يربي له صغاره ويتفكر صغيره كان وقت الزلطة بالضبط. اي يعني في مشك التواصل كان نقاش انك تحمي صغيرك انك انت تفقده انك انت تكومينيك معاه وتحكي معاه. ليه ليه انا سيد برد بالراس ومش لازم نحكيو عادة على نسبة العنف في المعاهد اللي فاتت 26%. تعاطي المخدرات 1 على 10 هذوما من اللي مستعرفين اللي هما استهلكوا المخدرات الى اخره. نعيمة فاصل ونرجع لك باش نحكيو على دورك انت خاصة اللي فما تشقليبة صارت في الدور. نعيمة غير منتظرة كالعادة سوسن الجملي تفاجأنا ونعيمة الجاني أبدعت فعلا أبدعت. نعيمة فاصل ورجعي عشر المسليل ليالي إيفام بيا زردي على إيفام أحلى غاديو. رجعنا غاديو إيفام أحلى غاديو في سهرة ليالي ضيفتنا الفنانة الكبيرة نعيمة الجاني. نعنوع اليوم اليوم نعيمة الجاني خرجت من الأدوار اللي كانت لاصقة فيها وقاعدين نراو في نعيمة تبدع كل مرة في نوع متاع دور مختلف تماما. شنو اللي تبدل باش ولينا نراو نعيمة مختلفة على 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 قبل؟ أنا ثم مخرجة أمنت بيا أني ممثلة ونجم نعمل عدة أدوار مختلفة. تفاجأنا تفاجأت العبيد المديرة شخصية ما تفش بيئة. أنت كذلك ممثلة ما تش منشطة فقط أنه أنت تبدأ عندك الموهبة وتلقى مخرج يدير يجيك بالبداية أكيد باش تعمل أي دور. يا ربي سهل لي يا ربي سهل لي إن شاء الله إن شاء الله. علاش وأنا عملت برشا حاجات حلوة علاش لا؟ كيف إن شاء الله. تفاجأت الناس بعد شفنا المديرة في حلقات وحلقات واليوم ما قريب يوفى الفلوجة. فجأة في الحلقات الأخيرة المديرة ولات المرأة أحاسيس أخرى حكاية أخرى. الوحده كان الوحده قاسيه بيا الوحده قاسيه برشا وشوف واتخذت من 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 من, من قط معناها قطوس خذت ردت ولدها في المولد عايشه الوحده نسيت روحها نسيت روحها المراه اللي تنسى روحها تروح نسيت الجانب الانساني اللي فيها بلوتو جانب المراه اللي فيها. تفاجأت الناس بيك وفما حتى شوية
هكا هاجموك شويه. راهو الحقيقه باش نقول لك معنا اكيد راك ريت شويه دي ستاتيو اللي هبطوا شويه 30 سنه مع صلاح الدين السيد وحمادي عرفة. كانت مستوره كانت مستوره وشرب عقلها تحبيها سامي الفهري خشت الخليصه محني في الكلمه معناها. ما هو ما حتى شيء تخدش الحياه معناها. لا اكيد اكيد ما فيش لا اكيد اكيد. اما تفاجئوا بالجرأة، مش مستنسي بيك عندك جرأة انك تدخل لل كان صح التعبير المتاهات هذه. والله الحقيقة أنا فرحانة برشا بالدور والله، سواء الدور هذا ولا فرحانة اللي عبرت في مكانك المرأة هذيك اللي هي بيناتنا. أما احنا ما راويش اي خاطر كاين هي معناها قعدت بركة ليا بالليسي بالتعليم بشكل كذا بشكل اساتذه وناسيه روحها، وفجاه جاتها علاقه شفتها كيفاش معناها فرحت ولا تزينت وزادت شعرها فمره اللي اصابها الخذلان معناها معناها تخذلت وتروح تلقى انها فقدت القطوس اللي كانوا مونسها وكل مالك تقابلوا عليها زوز مقاسي هدوها. دونك نعتبروها المديره المراه المثقفه المديره المربيه المتمرده اللي تمردت في الاخره تمردت على وضعيتها على حياتها اللي هي زادة يعني تخيل روحها تمردت ما فما عرفتها كذا فما مثل مصر يقول قلت الحزينة تفرح ما الأتلاش مطرح صحيح. دونك فما مفاجأة في آخر الحلقة أكيد إي أكيد وفي النهاية كل شيء مازالت مفاجآت مريتو شيء مانينا شيء ما نحبش نحكي بيعة تخلي لا 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 أنا بيجي ما نحبش نسمع أنا بيجي أنا اللي يحكي لي النهاية ما عادش نتفرج. دونك أنا ماذا بيا نقعد نكمل نواصل المفاجآت. تفرجت في الأعمال الكل نايمة؟ تفرجت إي تفرجت بربي جست حبيت أول حاجة حبيت نحكي على لي جون محلاهم قديش أبدعوا الشباب معناها بدون استثناء وبطبيعة من أعز واحد هو فارس عبد الدايم أبدع فريمون حاجة دوخ والله. البارح بحذينا سامحني البارح بحذينا الممثل والمسرحي حمادي الوهيبي قال سالته السؤال هذايا على لي جون اللي شافهم قال ما انت ما ريتش عملوا حاجه اللي ما تتعملش ولا حاجه اكستراوردينير حاجه كبيره ياسر. نحبوا برشا حمادي صديقي وخويا ما نختلف معاه تماما اللي سامحني هما عباد لا قراوا تمثيل لا عمروا مثلوا قبل تجي تلقاه يمثل بالطريقه هذيك تخش عليه تخلق باش يمثل تخش عليه ممثل في هوليود عنده 20 سنه يمثل حاجه تدوخ الحقيقه. لا ما نغطيوش عين الشمس بالغربال فما حاجات ما شوفوا بس انا بالعكس انا نعتبر انه هي في الحقيقه ديريكس اول حاجه هما موهوبين خاطر ساعات وديريكسيون داكتور نتاع فرنسا مشروع برشا الحقيقه. شنو العمل اللي شدك؟ حبيت نحيي كذلك محمد مراد محلاه هذوك كونفيرمي السعدي السعدي محليه يظل السعدي شخصيه معناها عمره ما عملها قبل وما تعبتش قبل صدق حلوات محليه يهبل بالطبيعه عمري نظمر ومحليه فريمون كي العاده تبكل عليك فاجئني والله ما انا ما فاجئنيش خاطر نعرفه ممثل كبير الحقيقه. بالنسبه لنضال السعدي مش الناس كل موافقتك نعيمه فما اللي يقولوا ما تبدلش ما تغيرش هو ذاك هو نضال السعدي ما تغيرش كي تقولش انا عمري كي تقولش عليا انا نشوف في حاجه اكستراوردينير اللي عملوا كيفاش يرتب في القران كيفاش يخطر في القاعه بغض النظر كيفاش يتكلم كيفاش يحكي كيفاش كل دون لي بتي ديتاي فريمون ابدع. ما انت تشوف قساوه عليه قساوه عليه الحكم كان قاسي على نضال السعدي
انا الحقيقه ما سمعتش شكون اللي قال، انا ما نعرفش، ما ريتش والله يا بيا، والله العزيز لا ريت شكون ذمه ولا شكون، مي انا لو التوراج نتاعي كل داشين في الـ في الـ في البيرفورمانس نتاعو الحقيقه. ما ريتش الستاتيو نتاع نضالي اللي تشكى وقال قال في الستاتيو نتاعو شوفوا الضرب جايني من كل جهه. والله لا قريته يا بيا، مي انا بالنسبه لي انا احييه الحقيقه، دور روعة. بي احكي لي على الأعمال اللي شدتك، تبعت جبل الأحمر؟ تبعت وميمة وميمة غالي، لا والله مش خاطر وميمة، أنا ديما نتفرج نتفرج محلوح، فما ممثلين كونفيرمي الحقيقة، سيلي محلاه، نصر الدين، أميمة، عزيز بي، تطور كبير بالإنتاج الحاضر توا، فريمون تحس ثم تطور كبير، ريم بن مسعود ما بنها، نادية أبو ستة، الكلهم، دليلة، الكبارات، فتحي، الكل والله واحد بعد ساعات يسألوه سؤال، بعد ساعات يسألوه سؤال محرج، شكون الممثل اللي عجبك السنة؟ معناتها أنا نحسه أصعب سؤال يتسأل، خاطر صعيب باش تقول شكون أحسن. الحقيقة أنا عجبوني الممثلين الكل عجبوني، ما أكثر واحد عجبني هو فارس عبد الدين الحقيقة. فارس عبد الدين ونضال السعدي زاد أبدع الحقيقة أبدع. ظلموا حسب رأيك الممثلات النساء في جبل الأحمر؟ نجلة بن عبد الله قالت نصيب الأسد كان للرجال والمرأة جابوها وإحنا الممثلات جابونا باش يزينوا بينا، حسيتها ك لا عادة سامحني كيف يعني، ريم خدمت دور حلو برشا، أميمة بن حفصية مش خاطر بنتي اللي خدمت بالكدا، شكون الاخر ناديه ابو سته توا قاعده تعمل دورها زاد كبر في توا في الحلقات الاخرانيه، برشا برشا محلاهم، لا عاد من أنا الحقيقة أنا أثمن مجهود زملائي، رأى أنهم عملوا خدمة محلاها. عزيز باي قال بلاصة نعيمة الجاني كبيرة، عندها بلاصتها في جبل الأحمر. ما نعرفش والله ما نعرف الحقيقة، يعطيه الصحة هو، أنا بدي نحبه برشا عزيز. أما كل واحد في بلاصته الحقيقة. اليوم نعيمة الكوميديا عاد، أنت واحدة من بطلات الكوميديا، افتقدناك في الكوميديا السنة زادة. يعني انت عاودوا عدوا في الحوار يعديوا في اي قاعده اليوم تفرجت اليوم نعيمه الكوميديا في تونس، شنو رايك فيها؟ الاعمال الجديده السنه تعملت برشا اعمال كوميديه، دولي ثلاثه اعمال وانا عجبني سبق الخير برشا الحقيقه، محلاه كالعاده كريم الغربي ابدع، كمال التواتي، لطفي بنطقه، لطفي العبدلي، كل خدموا بالكدا الحقيقه. باهي فما حاجه تقالت وقاعده تتقال من جيلك واللي قبلك زيد والجيل اللي قبلك، يقولوا لي الممثلين قبل ممثلين كبار خير من الممثلين متاع توا برشا، الممثلين قبل احسن، كما فتحي مسلماني وطال جاب حذايا قال الممثلين قبل خير، يجوز معناتها المقارنه؟ هل تجوز ولا شوف فما سنه الحياه، يمشي جيل يجي جيل، وايش اقول هو راهو الممثل ما عندوش عمر، أنتوني كوين قاعد يبدع للي عمره 84 سنة ولا الآخر فيلم عمله بعدها بشوية توفى، معناها راهو احنا عندنا العقلية دي، ليه فما الكبار بحلاهم والصغار والمتوسطين وكل، تو كيما احنا باغزومبل في المسلسل نتاعنا تحس كأنه فما ثلاثة أجيال، لكن ثلاثة أجيال بس كل خدمة بالكدا. فما جيلي انا الصياري بعد منصف العجنجي وش اسمه دالي بن جمعه محليه، خليل الجميل محليه، وفما اللي الصغار هذوما ونضال اللي انا نعتبر دوره السنه حاجه بدعه، شو اسمه محمد مراد، صادق حلواس، كلهم عملوا ادوار محليه الصغار عاد الصغار ما نتكلمش، رنيم وساره وغنوم محليه ورحمه بن عيسى وكبريه الكبسل تيسير، شنو هذاك؟ ما يبقوش عليهم تخلقوا باش يمثلوا، شنو سمحت؟ معناتها الموضوع الاعمال قبل الاحسن والممثلين قبل الاحسن ماذا بك؟ انا ما نحبش الانانيه، شو فما حاجات كي صوتو زيو ممثل يعرف يمثل
يصد لك روحه. وسمحني ما تنجمش تقول لي ما يمثلش شو ما شو في الجيل القديم شو الجيل الجديد جيما جيما اي يعني يلزمنا نخلقوا حكايه معناها بين الجيل الجديد والجيل القديم. هو يعني شقد الاجيال كلها مع بعضها واللي راهي يمثل بالكدير يقول له برافو جي با دو كومبلكس. بالعكس حاجه تشرفني وحاجه تفرحني كرا بالعكس انا تو تحشوني بالحق فرحانه انه تخلق ثم جيل جديد قاعد يطلع بالحق فريمون جيل مالي مكانه معبي بقعته والله. اي صحيح صحيح معك نعيمه باللي من جيلك انت خلنا نتفكروا ممثلات اللي هما عندهم مده يعني مش قاعدين يذروا مع الاسف قله الانتاج مش اكثر ولا اقل حتى وكان حتى وكان قاعد يتقال هذوما جماعه بالمعارف وبالاصحاب وبالقعدات وبدر شنو يعني هذه الكل يعني عيب انه يتقال الحقيقه. انا هذا رايي معني لاني انا في وسطكم ونعرف كومون ساسباس في الكاستينغ وكل شيء ما فماش معني ما لا ليجيتيم مش تهم باطله لا لا خلق الخطانة من الأقاب اللي قالوا خذ كل ما دي ما نهبطوش للمستويات هذي. مي أنا شقول حاج أخذر أنا أقول أنهم اللي ما يخدمش ويتوجع عنده الحق. أمش قولك علاش باي الممثل ساغيزون داتخ هي خدمته معناها كيف أنا واحد أنا نحكم على روحي أنا كيف ما نخدمش روحي نحسها تبكي من داخل على خاطر ذاك اش نعرف نعمل في الدنيا يظهر لي هذا كان نعرف نمثل كيف انت كيف ما نمثلش نحس الدنيا تخليت عليا فما بين فوابين تقعد عامين وثلاثه واربعه وخمسه الفوت لهنا مش الزملاء اللي خدموا ولا انا اللي خدمت ولا ذاك اللي خدموا لانه الانتاج شويه هذا ايش قلنا اي صحيح كيف كان بيا في مصر يعملوا بال 35 مسلسل أيه. واحنا زوج مسلسلات أيه. وفي بعض ظلمت تبعني في ما كانوا نجموا يعملوا خير من كيكه بلف مره لكن خاطر تزربوا في يزرب 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 هيا في ساعتها هاي فما استراتيجيا راهو يلزم يكون عندنا بنك سيناريوهات والعبيد مش في اخر دقيقه تيجي بداية نعمل مسلسل بنك سيناريوهات بنك الافكار الى اخره ومن هذوم هذاك وقت اللي عندنا انتاج كبير ويلزم يلزم يلزم المستثمرين يمنوا بالثقافة يمنوا بالفن يمنوا أنا لازمنا تكون عنا دراما يا ولادي شوفوا سوريا شوفوا كيف جاد وقت معين جات فما إرادة سياسية وعملوا مسلسلات ترعب ولا تركيا تركيا ناس ولا تمشي بالدمة السياحة تطورت العباد ولا تمشي باش تتفرج في القصر اللي مثلوا فيه الفلانيه وفي الاثار الفلانيه وفي هذيك اي ازدهرت السياحه اكثر ما هي مزدهره في تركيا تعمل مسلسل بيا راك تخدم شو تخدم النجاره والحداده واللي تعمل الديكور واللي يعمل الملابس والمعامل تخدم والدنيا والممثلين يخدموا معناها شوف قداش تنجم تشغل من قطاع في جردك معناها وفي ربح هو يقول لك نشغل اما في اما فما ربح فما ربح هذوما التجار معناتها لازم يربح دونك اسمعني نعيمه شكون من الفنانات اللي من جيلك اللي تفتقدها توا مثلا في الاعمال تقول والله عندها بلاصتها وبلاصتها موجوده برشا معناها جميله الشيحي فاطمه الفالحي بعدين هذوما برشا ملكة حبلاني ملكة الهاشمي عزيزة بولابيار برشا ممثلات اللي رفيعة بالحوت خطر زادة راهو بتسجل فرقة الإذاعة راهو عندها ممثلات يرابورة نجيب بن عامر رفيعة بالحوت راهو انا برشا خدمت معاهم في مسلسلات سلوى محمد راهو ممثلات من طراز رفيع بالحق ممثلات رائعات معناها وكما يخدموش نحن نقصروهم صحيح لكن قلة الانتاج وراهو على سبيل الذكر للحصر خاطر فما برشا معناها ممثلات ما ذكرتهمش وسامحوني اما فما برشا ممثلات
اللي صند تحمو صند خدمت معاه معنا محليها كالممثلة خدمنا بعضنا في منام التعروسية محليها برشا برشا ممثلات وممثلين ما نتقول وينهم لكن المشكلة مش انه زميلي يخدم ولا زميلتي خدمت ولا ليه مش لو فماش انتاج فماش انتاج شويه صنيفه نعيمه توا كل ليله في كوجينه كل ليله كل ليله الا كي نمشي مع خواتي الحقيقه كي نمشي مع خواتي للثانيه يدلوني هما ما يخليني نعمل وميمه قالت الطيب كي تبدا كي تبدا نعيمه مش في الدار تخدم انا طيب اي طيب الشيخ وتعاوني في كل شيء وطلعت طيبه رب. كيفك صنيفه تعرف طيب كيفك اسمع اي بالله عندها نفس في الماكله يا بي والله تبارك الله عليها ده. وطلعت كيفي تعرف طيب المقرونه يا عيني يا عيني وقتاش باش ناكلها المقرونه الناس الكل تحكي لي على مقرونه نعيمه الجاني وانا مزيت ما ضقتش غريبه بركه ان شاء الله نعيمه ان شاء الله كل عام وانت منوره ومتالقه وناجحه ومنورتنا وبالمزيد من النجاح والتوفيق ليك يا عزيزة يا غالية نعنوعة محليك محليك تفضلك تفضلك يا بيا شكرا على الاستضافة وان شاء الله ان شاء الله يجمعنا عمل يا رب امين يا رب ان شاء الله ان شاء الله مرحبا بيك لله ليلتك سعيدة ان شاء الله دونك حكينا مع فنانتنا الكبيره نعيمه الجني وتوا باش نحكيو مع الاسف الشديد على موضوع سرقات الفنيه وكان نعتبرها سرقه فنيه ما نعرفوش معناها من بعد الايام اللي جايه هي اللي باش توضح لنا المشكل احمد بشيخ سيناريست وممثل شاب يتهم يونس الفرحي بسرقه السيت كوم نتاعو اللي قدمه للوطنيه اللي هو سيت كوم استناني بالله والله ما كتبتش اسم الكابتن الكابتن ماجد سامحوني كابتن ماجد دونك معانا احمد بشيخ من بعد شويه باش يكون معانا احمد بشيخ باش نحكيو على الحكايه هذه المشكله هذه كيفاش وقتاش صارت هالحكايه هذه وهل يونس الفاحي على علم بالموضوع احمد بشيخ بعد شويه السيناريست والممثل باش يكون معانا فاصل وراجعين تسمعوا في EFM ليالي سبيسيال رمضان بيا زردي على EFM أحلى راديو أهلا بالناس الكل اللي التحقوا بينا على موجات راديو EFM أحلى راديو بعد شوية كما قلت لكم أحمد بشيخ الممثل والسيناريست باش تكون معنا وباش نحكيوا على الإشكال اللي بينه وبين السيناريست يونس الفرحي فيما يخص سيت كوم الكابتن ماجد حسب ما يقول أحمد بشيخ اللي وقع سرقة سيت كوم كيفاش شنو اللي صار نزل لقطات من الابيزود زيرو متاع السيت كوم متاعه فما التشابه في الشخصيات في السيناريو هذا كل باش نعرفوه بعد شوية مع أحمد بشيخ ومع الفنان إكرام عزوز اللي كان مشارك في الابيزود زيرو اللي حكينا عليها لكن قبل هذا حكاية فنان اليوم باش نحكيه على واحد من الفنانين اللي أنا شخصيا يعني دوما محلينا عينينا سمعناه في الإذاعة الشناب وما أدراك ما شناب فنان الكبير عز الدين بريكة حكاية فنان مع محمد شاح شناب برج الليل وأمي تراكي أعمال من الزمن الجميل كان وراها ممثلين كبار ورغم الإمكانيات التقنية المحدودة وقتها إلا أنهم صنعوا الحدث بأعمال تحفرت في الذاكرة ومن الممثلين اللي صنعوا التاريخ المرحوم عز الدين بريكة من مواليد ماي 1932 وظهرت موهبته في سن مبكرة كيف دخل ميدان التمثيل وبالتحديد في المسرح المدرسي وين تقمص دور هارون الرشيد في المسرحية اللي حملت العنوان نفسه وكانت من تأليف وإخراج معلمه الهادي القمرتي واللي تنبأ له من البداية بمستقبل زاهر في عالم التمثيل وجات الفرصة اللي من خلالها قدم روحه للجمهور كيف أشركوا المنتج الإذاعي محي الدين مراد في برنامجه عصفور اسطح اللي كان يتعدى في الخمسينات على موجات الإذاعة التونسية وكيف اقتنع بموهبته اقترح على المخرج حمودة معالي مؤسس الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية الحاقه بعناصر الفرقة ونجح عز الدين بريكة في الاختبار وفك بلاسته قدام الكبارات ويقعد الدور اللي خلده في ذاكرة الناس هو شناب في المسلسل اللي يحمل نفس العنوان وهو من تأليف سلاح الدين البلهوان وإخراج حمودة معالي بالإضافة إلى مسلسلات إذاعية درامية أخرى وجسد زادة
مسيرة محمد الدغبيجي والبشير من سديرة للمؤلف الشاعر خالد محمد المرزوقي، وجسد في المسلسل إذاعي برق الليل شخصية شعشوع اللي كان واحد من الأبطال اللي وقفوا قدام الغزو الإسباني لتونس. وفي المسرح زادة خلى بصمة كبيرة وقام بإخراج زوز مسرحيات وهما يفيق الحب وأم عباس. غدرنا المرحوم نهار 3 جوان عام 1992 عن عمر يناهز 60 سنة، ربي يرحمه ويجعل مثواه الجنة. وهكا كانت حكاية فنان، هكا كانت حكاية فنان كبير اللي هو عز الدين بريكا. كنت نتمنى الحقيقة نقابل العمالقة هذوما، كان مع الأسف يعني ما تقابلناش في مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية. برشا حكايات على عز الدين بريكا يا جماعة ما تعرفوهمش، تعرفوا شكون عز الدين بريكا، شكان يخدم قبل ما يمثل، فما تفاصيل يعني حتى كي اللي يحكيوا على التاريخ ما يحكيوهاش على عز الدين بريكا اللي ما كان يخدم في حتى شيء قبل راه. فما شكون نكتشفه، اكتشف صوته حجبه قالوا شنو رايك، ثم ولا شخصية، وليت شخصية اسمها شنايب العزين بريكا الله يرحمهم وينعمهم. هذوما خدموا من حتى شيء وبلاش تقريبا في الإذاعة، يعني مش بلاش يعني بكشي قليل، كانوا يرضوا بكل شيء اللي كان، أما الموهبة تغلب. الله يرحمهم وينعمهم الناس الكل. أنا توا باش نحكيو على موضوع مهم برشا، فجأنا بالحق تفجأنا بسيناريست اللي هو أحمد بشيخ اليوم يحكي على سرقة فنية. سيناريو الكابتن ماجد يقول لي هذا السيناريو متاعه ملكه وتسرق له. أحمد بشيخ معنا على الخطة. لو أحمد عسلامة. مرحبا أحمد بشيخ، مرحبا بيك، أهلا وسهلا. اللي ما يعرفكش أحمد بشيخ لو كان في كلمتين تعرف بروحك. والله أحمد بشيخ ممثل مسرحي تلفزي، مؤثر كنت مؤثر في المركب الثقافي بدروان، أو موظف التصرف للمسرح الثقافي، سيناريست. نعتبر روحي ممثل مسرح اكثر من كوني سيناريست او ممثل تلفزي، لانه الحقيقه ما عنديش برشا اعمال تلفزيه على غير بعض الاعمال اللي فما فيها العربيه وفيها التونسيه. شنو ما فيهاش ربي، ولو انه كانت عندي زوج عروض من زوج مسلسلات بما فيها مسلسل بالاحمر، لكن لاسباب اخرى يعني رفضت الدور. رفضت دور مسلسل جبل الأحمر. أي أنت رفضت؟ أنا أي كان عندي دور كيرول، معناها كيرول، لكن مثلا ماشي في عدة حاجات، دونك قلت يا أخي أنا في نخدم بلانتيت، إنه أنا نحب كي نخدم حاجة باش تضيف لي. إذا كان حاجة حسيتوا دور صغير مش في يضيف لك حد شيء. ما أنا اليوم 23 سنة في المسرح، دونك نحب كي نخدم تلفزة. خدمت أدوار صغيرة، ما خدمتش، مش أقول لك ما خدمتش، لكن خليت ديسيزيون من عمناول السنة، عمناول كيف كانت عندي عروض في ذلك المسلسلات ورفضت السنة كيف قلت يا نخدم حاجة اللي باش كما نقولوا احنا باش تضيف لي، ولا هني قاعد ما عنديش مشكلة معناها باش نكون موجود السنة ولا العام اللي بعده عادي، معناها ما قلقش. أحمد أنت اليوم إن شاء الله. أحمد أنت اليوم تتهم السيناريست يونس الفارحي بسرقة السيت كوم متاعك بعد ما تفرجت في الكابتن ماجد. شنو اللي يخليك تتهمه؟ احنا تفرجنا في دي سيكونس فيهم إكرام عزوز، زهير الرايس، ريت سماح السنكري، زاد في لي سيكونس ريت سماح السنكري، زهره شتيوي، موجب بن سعيد. دونك هذوما نزلتهم كدليل اللي كلامك صحيح، اللي وقع سيطرة على يا ربي. انا حبيت الراي العام هو اللي يعطي رايه. انت في بالك معناتها اللي الراي العام باش يعطي رايه في لقطه انت نزلتها. انا نجم نهبط لك برشا لقطات من برشا سيت كوميت والا افلام ولا مسلسلات تتشبه زي ده كيف ولا شوف اختي بي، تشابه ممكن يكون في لقطه، في لقطتين، في حتى في ثلاثه وفي اكثر، اي لكن وقتها بتكون نفس الكونسيبت، اي هنا زادت تدخل في الشك.
انا شو انا حتى ما انت انت مجرد شك، انت مجرد شك اللي وكهو معناها ماكش ماكش متاكد من اتهاماتك، ماكش ماكش متاكد. لا هو هو باش يكونوا واضحين. احنا كما قلت انا بعد ما صورنا الكوبي بيلوت قدمناها لبعض القنوات التلفزيونيه. لبعض القنوات سمحت. اي قدمناها فور اكزومبل كما الوطنيه وقدمناها لحنا بعض. اي دونك دونك هو ما تعديش هو ما تعديش لا في الوطنيه ولا في حنا بعض. ما مازلنا ما عديناش، مازلنا ما عديناش. لا انا نحكي على سيت كوم كابتن ماجد. بالنسبه لسيت كوم كابتن ماجد. سيت كوم كابتن ماجد مشابه مشابه. بنسبة كبيرة برشا السيت كوم دار العيلة. يعني وقت اللي تلقى أنت مشاهد معناتها السيت كوم تاعك أنت اسمه دار العيلة؟ دار العيلة دار العيلة وقت اللي تلقى قول تفضل. إي قولي قولي أنت مشاهد متطابقة مع المشاهد اللي عندنا وتلقى حتى الفكرة يعني الفكرة اللي هي معناها تدور حول الاحداث نتاع سيت كوم هي بيدها. دونك الفكره اللي هي تغيير صغير هكا نتاع معناها فما تغيير صغير وحتى الممثلين اللي معايا كما كرم عزوز كما زهير فؤاد سماح الكل الاولاد الكل معناها حسوا اللي الخدمه هذه مشابهه برشا مع سيت كوم نتاعنا اللي مع سيت كوم دار العيله. احنا توا سيت كوم معناتها احنا تفرجنا في اكثر من 12 حلقه. انت اللقطات اللي نزلتهم على صفحتك هما زوز لقطاتك هاو دو سيكونس. يا سيدي نمشي معاك لثلاث. معناتها هذا يعني اللي معناتها السيت كوم الكل تسرق ولا سرقوا لك اللقطه هذيك من الابيزود زيرو ولا كيف السيناريو؟ السيناريو انا حسب ما شفت يقولون كلمه سرق والله العظيم ما نحبش نقولها كلمه سرق لانه حاسها كلمه كبيره ياسر وفيها مع خاطر براتني يعني بالنسبه لي انا نحترم برشا الفنانين اللي يخدموا في كابتن ماجد ولا يونس الفالحي كممثل كبير ولا كسيناريست والله يحس في نفسي انه نتهم ونقول حتى كلمه سارق ما نحبهاش واللي خلينا نقولوا اي كلمه اخرى بخلاف انه شنو هي الكلمه الاخرى؟ انت تو كنت هبطت على على صفحتك واليوم تتعدى في الاذاعات فما اختلاف من لانه وقت اللي احنا قدمنا الكوبي زيرو معاها السينوبسيس انا نقول هذوما اللي خذاوهم ومنهم هما بناوا على بناوا اللي يشوف حتى اللي ما هوش الدومين يقول لي نحس نفس الخدمة نفس والله العظيم انا ما نكذبش عليك بطلت حتى نكتب انا رمضان السنين مع المسلسل كل رمضان نكتب سيزون لانه دار العيلة فيها توا دي سيزون وماشي في الثالثة وفي الرابعة ان شاء الله والله العظيم حبست الكتيبة والله لانه مخيبه وقت تشوف خدمتك موجوده في عمل اخر باسم اخر صدقني حبت نفسي على الاخر على الاخر وخليني انه حتى الكتيبه نتكبل من ما نجيبش انت كنت تقول بلكشي وبلكشي مجرد تشابه وبلكشي وانا ما نحبش نتهم ولتوا تقول اللي انت تمر بحاله نفسيه صعيبه واللي انت ما عادش بطلت الكتابه واللي انت معنوياتك وصلتك لحد اللي انت بطلت الكتابه جبها مثبت لنا عاد ثبت لنا روحك يا احمد السيناريو نتاعك متاكد اللي هو تسرق لك والا مجرد شكوك وتقف غادي خليني نقول لك متاكد بنسبه 60-70% برشا 60-70% كلمت يونس الفارحي اتصلت به
اتلبته ما هزش علي تليفون وما رجعليش. والله حبيت نكلمه لانه شوف ما نحبش والله العظيم انا لاني متى مش من العباد اللي تلوج على البوز ولا باش تعمل مشاكل. ما تكش تلوج على البوز عاد انت مهبط الفيديوهات. اش باش تستسر بالله؟ توا انت اتهمته وهبطت على صفحتك وتعديت في اذاعات وهبطوا لك تدويناتك وتصريحاتك واليوم هاك ما تتعديت مع شو انا واستسار انت لا وتقول وانت للحظه هذه تقول 60 ولا اسمع ليلي خدها مخر عاد مخر بعد ما فضحت الحكاية وحكيت ما عطيتوش فرصة انه يفهمك بلكشي عنده تفسير اخر للموضوع بلكشي من عرش هنا بلكشي وقبل ما نتكلم في الاذاعة ديجا انا حكيت نتكلم في الاذاعة قلت لاني حاولت نتصل بيوسف الفلاحي ما اتصلتش بيه ما كنتش كيف نتصل بيه بعث مشكور من الاصدقاء بعث لي نمرو قال لي ما جاوبكش يوم تغدو على الصباح طلبت يوم تغدو على الصباح والله فقط مشيت للخدمة طلبت بالك شي راقد الصباح ماك تعرف فنانين راهو يصبحوا ويرقدوا. أحمد بالشيخ شكرا ليك وإن شاء الله تتفضل المشكلة هذه وبالتوفيق ليك إن شاء الله. راجعين بعد شوية باش نكملوا الساعة الليالي مع واحد من أهم الأسماء في الدراما والكوميديا ومعد برامج تاريخ كبير محمد علي دمق معنا بعد شوية على موجات راديو إيفام أحلى راديو. إيفام مرحبا توا 11